يسعد مساك نورز مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم. نبدا من مكافحه الارهاب. دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري عربات مدرعه بعضها مفخخ خلال استهداف تجمعاتهم ومحاور تحركهم في ريف حلب الجنوبي الغربي. مصدر عسكري اكد مقتل العشرات من الارهابيين وجهه من السخنه الى شمال تدمر بريف المحافظه الشرقيه. بتغطية من مدفعية الجيش العربي السوري، نفذت قوة خاصة في فوج الجولان عملية ناجحة بعد منتصف الليل باتجاه مدرسة العجرف بريف القنيطرة. مصادر للمركز الإخباري أكدت أن وفي درعا دمرت وحدات من الجيش مقري قيادة وسيارتين للإرهابيين في منطقة درعا البلد. في دير الزور دمرت قاذفات روسية مركزي قيادة وستة مستودعات أسلحة وآليات متنوعة لتنظيم داعش الإرهابي. وزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال إن وجود قاعدة جوية لروسيا في سوريا يتيح لها إمكانية محاربة التنظيم الإرهابي بعيدا عن الحدود الروسية، مضيفا أن سوريا كالمغناطيس تجذب توريدات للأسلحة من كل الأراضي بلا استثناء. وأشار شويغو في تصريح مشحون بالمتفجرات معتدلين يحاربون من أجل مستقبل وضاء، وهذا غريب. أعلنت هيئة الاستخبارات الألمانية أن المتشددين الإسلاميين يحاولون تجنيد المهاجرين الجدد للانضمام إلى صفوفهم. مدير هيئة الاستخبارات قال إن القوات العراقية استعادت السيطرة على منطقة الحواسم في ناحية القيارة جنوب الموصل وقريتين تتبعان الناحية أيضا بعد هروب إرهابيي داعش منها. مصدر أمني في عمليات تحرير نينوى. وفي الشأن اليمني أكدت الخارجية المصرية أن إعلان المجلس الرئاسي للحوثيين في اليمن محاولة لاختطاف المفاوضات والعودة إلى الوراء، في حين دعت منظمة اليونيسيف كافة أطراف النزاع بالتعاون مع اللجان الشعبية استكمل تطهير جبل المنارة الاستراتيجي بمديرية نهم من مرتزقة العدوان السعودي. وبالانتقال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب شاب فلسطيني باعتداءات لمستوطنين إسرائيليين على الأهالي في بلدة سباستيا شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث اقتحم عشرات المستوطنين البلدة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. الحكومة الفلسطينية حذرت من مشاهدينا في حقيبتنا الدولية لهذا اليوم مقتل إمام مسجد وصديق له أثناء عودتهما من صلاة الظهر في مسجد في منطقة كوينز بولاية نيويورك. وأيضا مدرب الفريق الروسي للمبارزة يوافق على حلق شعر رأسه بعد خسارته الرهان أمام لاعبي، فلنتابع.